قبل أقل من عام كانت مرتزقة فاغنر تعمل في الظلام غير معترف بها حتى من الكريملين. الآن تقاتل بأمر من بوتين، ويصدر زعيمها التصريحات غير أبهم بالعسكريين في المعركة ولا حتى بقادة الجيش الروسي. وبعد خطوة التواجد الفعلي كان لابد من غسل السمعة السيئة التي تتمتع بها الجماعة العسكرية، فجاء دور الدعاية الكاذبة. فيلم وثائقي من إنتاج قناة RT المملوكة للحكومة الروسية تم بثه ليمجد أفعال المرتزقة ويصورهم على أنهم رجال ذو مبادئ متمارسون ويخاطرون بحياتهم من أجل قضية أسمى. ونظرا لأن شركة المرتزقة التي كانت سرية ذات يوم قد خرجت من الظل وسط حرب أوكرانيا، فقد صعدت وسائل الإعلام وآلة العلاقات العامة الخاصة بها أيضا من محاولة جذب مجندين جدد والمساعدة في تعزيز مكانة الشركة داخل النخبة الروسية. استراتيجية الشركة المتمثلة في الخطاب الفظ والعدواني والنقد الشرس لمنافسيها تجسد ما يعرف بالعلاقات العامة السوداء، ويعتقد أن عشرات الآلاف من المرتزقة يقاتلون مع فاغنر في أوكرانيا. وتستهدف فاغنر الأشخاص الذين يعتقدون أن الحياة ليس لها قيمة تذكر، وأن الموت أمر لا مفر منه، وأنه على الأقل يمكن العثور على بعض البطولة في أوكرانيا. زعيم المرتزقة الروس رجل الأعمال المرتبط بالكريملين يفغيني بروغوجين استخدم وسائل الإعلام لعرض إنجازات المرتزقة في ساحة المعركة مع تعزيز سمعته كقائد عسكري وتقويض المنافسين السياسيين. في مقطع فيديو نشر في وقت سابق ظهر بروغوجين في طائرة مقاتلة محمولة جوا، زعم أنها قصفت مدينة بخموت في شرق أوكرانيا حيث كانت مقاتلات فاغنر في طليعة الجهود العسكرية الروسية. وعلى الرغم من حظر شركات المرتزقة في روسيا، كانت فاغنر تدير علانية حملة تجنيد لدعم جهود موسكو الحربية منذ غزو أوكرانيا، وشمل ذلك تجنيد عشرات الآلاف من نزلاء السجون الذين وعدوا بالعفو مقابل عقد مدته 6 أشهر مع المرتزقة. في أحد مقاطع الفيديو الترويجية يتم حث المشاهدين على ترك الحياة المدنية المملة والانضمام إلى فاغنر في أوكرانيا. ويرى خبراء أن العلاقات العامة والأساطير التي نسجها بروغوجين حول نفسه قد لعبت دورا في إقناعهم بالانضمام. قنوات تيليجرام المرتبطة ببروغوجين هي الأخرى تعمل على زرع صورة لزعيم صلب لا يخشى أن تتسخ يديه أثناء السعي وراء مصالح روسيا. ولا يخجل بروغوجين من الجوانب الأقل بريقا للحرب. في مقطع فيديو ظهر وهو يزور مشرحة في بخموت ويراجع عشرات من أكياس الجثث السوداء التي تحتوي على مرتزقة فاغنر القتلى.